يا هلا وسهلا، يعطيكم العافيه. اليوم جهازنا مختلف من شركه جيك فيب، جهاز الاي كيو كيت بود. الجهاز فيه مواصفات مره جميله للامانه، مثل ما احنا عارفين شركه جيك فيب نزلت اصدارات كثيره، اصدارات اليو، اصدارات الكيو، هذا تبع اصدارات الكيو. راح نتكلم عن الجهاز ونشوف مواصفات الجهاز وايش يحتوي علبه الجهاز مع بعض. خلونا نشوف الجهاز من الداخل. هذا الجهاز، محتويات العلبة أول شيء بودين وشاحن. هذا شكل الجهاز، أنيق جدا، هنا جلد، هنا حديد. راح يجي معاه بودين 0.8 من 12 إلى 18 واط و 1.2 من 8 إلى 12 واط. كمية السائل الموجودة في الجهاز 2 ملي من النكهة. وأخيرا شركة جيك فيب عزمت أنها تحط هنا مغناطيس. أخيرا كل اجهزتها طبعا طبق مش مغناطيس، في هذا الجهاز راح تحصل المغناطيس موجوده. الجهاز فيه ثلاث مستويات من الواط بثلاث ضغطات، وفيه تحكم بالاير فلو. الشيء الجميل في الجهاز راح تكون بطاريته 1000 ملي امبير، وهم ضد الماء. حاطين عليه ثلاث حمايات ضد الماء، هذا اللي عجبني كثير صراحه في الجهاز. والتحكم بالاير فلو راح يعطيك سحبه ضيقه وسحبه وسيعه على حسب احتياجك. الشحن راح يكون تايب سي من هنا. البود المركب على الجهاز راح يكون 0.8 والاحتياطي 1.2. إمكانية تغيير الواط راح يكون ثلاث ضغطات، هنا راح يتغير معك الواط. نشغل الجهاز مع بعض، 1 2 3 4 5 راح يشتغل معك الجهاز ثلاث ضغطات. الأخضر راح يكون أقوى شيء، الأحمر راح يكون أقل شيء، الأزرق راح يكون الوسط. الصراحة الجهاز مرة خفيف حجمه، مو ثقيل، لا يغرك الحديد لأنه مرة خفيف للأمانة. الجهاز بالداتا مثل بالدات الوينكس كيو وأصدار الكيو كامل، بالداتا هي نفسها مثل ما احنا عارفين أصدارات اليو بالداتها كلهم بالدات واحدة، هم أصدارات الكيو بالداتهم كلها بالدات واحدة. وبكذا خلصنا معاكم الريفيو السريع لجهاز الاي كيو من شركة جيك فيب. نشوفكم في أجهزة ثانية. سلام عليكم.